السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عواطف. رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة والعافية إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم ديميني بيتزا معمرين بواحد الحشوة اللي هي لذيذة وفي نفس الوقت سريعة التحضير وغير مكلفة. خليكم معايا تشوفوا الفيديو حتى الأخير، والناس اللي كيزوروا القناة ديالي لأول مرة اشتركوا معايا بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب أو صابوني أسفل الفيديو، وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، وما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش يستافد معنا الجميع ان شاء الله. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. باش نحضروا لهذه البيتزا غادي نحتاجوا اول شيء العجينه البيتزا اللي سبق لي وحضرت معكم، هذا العجين اللي هو ناجح ب 100% ومنسم بالزعتر، غادي تلقاو الرابط ديالو اسفل الفيديو. غنحتاجوا كذلك الطون، هنا عندي الطون ديال الزيت، جوج حبات ديال البصله اللي غشلتهم رقاق وشحرتهم مع زويته، وكذلك شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. عندي هنا صلصه البيتزا كذلك اللي سبق لي وحضرتها معكم فيديو سابق، هاد صوص بيتزا اللي مسمه عندي بورق سيدنا موسى وبالزعتر، حضرت منها كميه كبيره وضعتها في المجمد، ودابا خرجت فقط الكميه اللي غادي نحتاج وعينت عليها حتى طلقات مزيان ولات على هذا الشكل. هذا غادي نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. غادي نحتاجو الذرة او المايس، الفرماج محكوك، زيتون مقطع، وكذلك زيتون كحل للتزيين. غنبداو على بركة الله. قضيت البلاطو اللي غيدخل الفرن وغادي نستف فيه هاد لاباط البيتزا على هاد الشكل هذا. صافي، وغادي نبدا في الحشوه ديالي او في التعميره ديال البيتزا. غناخذ اول حاجه صلصه البيتزا وغنوضع واحد الكميه لا باس بها هكذا في الوسط ديال كل وحده هكذا. وغادي نبدا كنوزع فوق هاد العجين ديالي، نحاول نقادها غادي نستمر انا على هاد الطريقه حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي كامله. غناخذ البصل غادي نوزعها هكذا حتى هي. هنا بالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه كل واحد والطريقه باش بغى يعمر هاد لي ميني بيتزا ديالو. دابا غادي نعمل الطون، قلنا هنا عندي الطون ديال الزيت اللي حيدت منه داك الزيت وفتتو هكذا على هذا الشكل حتى هو غادي نوزعو على هذه البيتزا ديالي. غادي نضيف حبات ديال الذرة او المايس، دابا غادي نعمل حبات ديال الزيتون على هذا الشكل هذا، شي قطع ديال الزيتون غادي نزين بهم. دابا بقى لي هنا
نضيف الفرماج الحمر محكوك هكا نضيفو على الوجه. بالنسبه للفرماج يمكن لكم تحتاجوا الفرماج اللي بغيتو، الموزاريلا ولا هاد الفرماج الحمر اللي استعملت انا، ولا يمكن لكم تخلطوهم بجوج كل واحد وشنو متواجد عنده في البيت. دابا غادي ناخذ هاد الزيتون الكحل وغنوضع واحد الزيتونه الوسط هكذا نزين بها هاد البيتزات ديالي. الفرن ديالي راني سخنتو على 180 درجه، غادي ندخل البيتزات ديالي هي يزيدو شويه يتحمروا من التحت ويذوب لنا داك الفرماج صافي ونخرجهم ونرجع عندكم باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الميني بيتزا ديالنا. هذا هو الشكل النهائي ديال الميني بيتزا ديالنا بعد ما خرجناهم من الفران ودافيهم داك الفرماج. كما كتشوفوا مزينين بداك الزيتونه كحله من الفوق. نتوما كل سيده عندها الاختيار انها تزين بالشكل اللي بغات والحشوه اللي بغات. نتمنى ان شاء الله الفكره ديال اليوم تكون عجبتكم، والا عجبكم الفيديو ما تنساونيش ملي لايك وشجعوني باقتراحاتكم وتعليقاتكم، وكذلك بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب. وبالنسبه للناس اللي كيزوروا القناه ديالي لاول مره كنقول لهم مرحبا بكم، ضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش توصلكم الجديد. ودابا ما قليلا نودعكم والى اللقاء مع فيديو جاي ان شاء الله.